بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرساي الإعلامية موجودين في فندق جراند بارك. فندق جراند بارك موجود في حي السلامة في شارع قريش. حاليا احنا موجودين في المقهى الخاص في الفندق في الدور الخامس. هذا المقهى يطل على شارع قريش ويطل ايضا على طريق المدينة المنورة. المقهى تقريبا من 60 إلى 80 شخص يستوعب، وإطلالة جميلة ووقت هدوء وروقان لمن يتعامل مع هذا المقهى أو يكون في هذا المقهى. مفتوح على مدار الساعة في الدور الخامس في الفندق. يقدمون خدمات مميزة في هذا المقهى بأسعار منافسة. كل من يحب يكون في شارع قريش أو يستمتع في هذا المقهى يكون عليه أن يراجع فندق بارك جراند بارك في حي السلامة في شارع قريش. شبكة مرساي الإعلامية. هذه الإطلالة على طريق المدينة والإطلالة على شارع قريش في هذا المقهى الجميل في الفندق في الدور الخامس.